ما وقت أذكار الصباح؟ أذكار الصباح بعد من أذان الفجر إلى طلوع الشمس، من أذان الفجر إلى طلوع الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. من فاتته يقضيها ولو بعد طلوع الشمس. وأذكار المساء من بعد العصر إلى منتصف الليل، من بعد العصر إلى منتصف الليل، ومن نسيها بعد منتصف الليل يقولها ولو إلى الفجر.